اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما قالوا نعبد أصناما فنذل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني
واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.